سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة اللي حضرتك أطلقتها واللي بنحتفل بيها النهاردة أصبحت أشبه ما يكون بمساحة مشتركة بيتجمع عليها كل المصريين. حالة حلوة مصرية، وعشان كده أصبحت المبادرة دي ليها سفراء بيروجوا ليها ويدعموها من كل فئات المجتمع المصري. أنا فخور إنكم جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر، والحقيقة دي أقل حاجة ممكن نعملها لبلدنا. أهالينا اللي عايشين في القرى وفي الريف يستحقوا حياة كريمة. أنا سعيد إني سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أنا فخورة إني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. الحياة مصر يعني على مدار القرون السابقة كان دائماً في كل قرن مشروع ضخم الدولة بتنفذه وبيطلق عليه مشروع القرن، ولكن لما نيجي نبص على مشروع حياة كريمة هو بحق إن إحنا نقدر نقول بكل ثقة إن هذا هو مشروع القرن 21 لمصر. قوم الخلق اللي بين أهاليك اسمحوا لنا نحكي لكم حكايتنا. البداية كانت في يناير 2019 لما حضرتك وجهت الدعوة بإطلاق مبادرة حياة كريمة. من بعدها توحدت كل الجهود في وسط أهالينا من كل محافظات مصر علشان نحتفل باللي أنجزناه ونتعاهد إننا هنكمل المشوار مع بعض للنهاية. والنهاردة حابين نعلن إننا تلقينا تبرعات بخمسة ونص مليار جنيه للمشروع القومي حياة كريمة. وأنا كل فخر أني بساهم ولو بحاجة بسيطة في مبادرة حياة كريمة. مين كان يصدق؟ مئات الكرة يطولها التطوير وفي الوقت القصير ده. مصر نوت، ومصر دايماً لما تنوي بتعمل معجزات. تحيا مصر يا ريس. توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، الحضور الكرام، أقف متحدثاً إليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر. كانت التحديات كبيرة، ولكنها أبداً لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها. وما بين مدن جديدة تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات. وإنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين دولةً وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة، كما أنني أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعياً للبناء والتطوير والتنمية. إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما أن مصر أيضاً قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى. لدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقاً للموقف وطبقاً للظروف. من فضلكم
كلامي لكل الناس، لكل المصريين، وأيضا لكل الأشقاء في أثيوبيا والسودان. تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان. دي كلمة أنا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، بعيدا عن أي شكل من أشكال يعني التهديد. قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح عشان حاجة تحصل لمصر، غير كده مفيش.